أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. جيت أعرفكم على مقهى جميل جدا اسمه بيجي بورشن، هو ألماني. المميزة الديكوريشن اللي عنده رائع جدا، الديكوريشن الوردي هذا. وجايين اليوم نذوق القهوة والكوفي اللي عنده. ويور ويلكم. هلو جايز. طبعا أصدقائي ممكن تجوا وقت الفطور غدا. هذا له فرعين، احنا في تشيلسي اليوم. عندهم كيكة كتير مميزة اللي هي بطعم الزعفران، ومشروبات عندهم ملونة وساخنة وباردة، بالإضافة لأشياء باردة. الديكوريشن كتير فخم جدا، وأنا اليوم جاي أدوق يعني الشغلات اللي بيقدموها. على فكرة أنا كنت عملت فيديو سابق عن إيلان كافي، تقريبا في تشابه في اللي هو اللون الزهري. يلا تعالوا نطلب شغلة فرنش كوراي. المنيو بتشمل طبعا افطار وغدا ومشروبات ساخنه وكيكس وحبشتكناتها. طلبت انا ستروبري جيمي دوجر وسمر بيريز اند بلوسمز. بيجي بروشن هو اسم البنت الالمانيه صاحبه هذا المكان، افتتحته هي وزوجها في سنه 2010. كانت تشتغل مضيفه طيران بين المانيا وبين بريطانيا، وتاثرت بثقافه الشاي والكيك في بريطانيا، وقررت تفتح هذا المقهى الجميل جدا. طبعا اسعاره مش رخيصه، اسعاره غاليه وسياحيه. احنا في تشيلسي وعندهم فرع ثاني. هذا سبانيش لاتيه يا جماعه، اسبريسو. اني وير اتس اورايت. نو ثانك يو فيري ماتش. حتى التقيق في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.